السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد